تعليقنا يعني نحن كنقابيين يعني ك انا يعني من كأمين عام لدى مديرية صيانة الأغواط يعني نشكر كل من قام بهذا التنظيم الرائع يعني في المستوى وكان فيه كل شفافية يعني بلا ما نسوا يعني كل القائمين على فندق ميريديا ونشكر كل الشكر على الناس يعني اللي صبرت معانا واللي كانت فيها يعني من زمان انتظروا هذا الشفافية يعني وهذا الحقيقة. إن شاء الله تكون المكتب هذا اللي راهو جاي جديد إن شاء الله يكون في صالح العمال وفي سيرورة أمن واستقرار البلاد إن شاء الله. واللي نتمناه دائما هو كما في الشعار تاع المؤتمر هو الحوار والاستقرار والاستمرارية إن شاء الله. بارك الله فيكم. وليسونسيال أنا عجبتني كلمة تاع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين كانت في القمة وبالك كاين بزاف الناس ما تعجبهمش الصراحة سي بوسا ناضوا خرجوا من القاعة. أما الكلمة كانت قوية في محلها وصريحة جدا وهادفة، فلذلك هما والفوا هاد الناس يخرجوا والفوا باللغة الخشب والمجاملة، ولكنما لما يكون الكلام صريح ومباشر يوجع وما خلاهمش يقعدوا في القاعة. ونشكره احنا لأنه هذا في البرنامج اللي أتى به الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين واللي زكيناه عليه هو توحيد الصفوف ولم الشمل، سياسة لم الشمل، لأنه في الآونة الأخيرة كانت صراعات كثيرة ما بين النقابيين، نقابي يضرب في نقابي. ولكن نشكر الأمين العام اللي فتح يديه وفتح صفحة بيضاء للجميع ووحد الصفوف وماشي في هذا الأمر، وإحنا كل ماشيين معاه في هذا الطريق إن شاء الله، ومن أجل كذلك رفع المستوى بالتحدي وتطلعات الدولة إن شاء الله. وش نزيد لك؟